النهاردة الدرس 17 في دورة احتراف لغة كوتلين. عرفنا الكلاسز المرفت بشكل نظري شوية، المرة دي هنعمل دايفنج على العملية. تمام، ده منظر الكلاسز مرفت اللي خدناه. هنشوف بقى المرة دي عايزين نحط كلاس فعلا في الانتليجي ونشتغل عليها. تمام، في الكوتلين عامة، مش شرط انتليجي، انا قصدي الكومبايلر يعني. تمام، نفتح الانتليجي. تمام، ادي دالة المين بتاعتنا العادية. عايزين نعمل كلاس جديد نسميه بلاير. هنيجي هنا على src new kotlin file class، نختار هنا كلاس ونسميها بلاير. تمام، هنسميها بلاير ولازم تبقى البي كابيتال في اسم كلاس. تمام، هنيجي هنا عاوزين نضيف. احنا قلنا انها ان في اتنين اتريبيوت، string و string. مبدئيا لما اجي اعرف اتريبيوت لازم اديله ديفولت فاليو. فمثلا قلت var نيم من نوع string لازم اديله ديفولت فاليو. فديفولت فاليو ممكن يبقى كوتيشن يعني قيمه كده نال فاليو، يعني ما فيش يعني متغير ما فيهوش اي حاجه. هنيجي برضو عايزين var position. تمام، من نوع string برضو ماشي وبرضو تمام. وعايز بقى اعرف الميثودز. تمام، انا دلوقتي اديته اتنين تو اتريبيوتس للكلاس دي وعايز اعرف الميثود. تمام، احنا عايزين نعمل فانكشن ران. طب فانكشن ران دي ممكن نستفيد بيها في ايه؟ يعني مثلا زي مثلا انا بعمل لعبه كوره، فهاجي ران لما اجي ادوس على الزرار اللي هيعمل ران فهيزود مثلا السبيد بلس مثلا 5 بلس 6 بلس ايا كان. فهاجي اقول لك انا عندي فاريبل اسمه سبيد من نوع انتجر. تمام، وسرعة اي لعيب خالص هو معاك كورة مثلا ونفرض انها 25. تمام، ده الديفولت فاليو بتاع السبيد. لما اجي يحصل ران عايز اعمل بقى فانكشن ران، اقول له فانكشن تمام ران. تمام، طبعا الفانكشن دي ما بتاخدش اي باراميتر. يعني احنا عارفين دلوقتي، عرفنا بقى ان البارامتر ده هو اللي بين القوسين بتوع الفانكشن وملهاش ريتيرن تايب. تمام، هنيجي نقول ان سبيد ماشي بيساوي ماشي بلس ايكوال سبيد بلس 5. يعني ايه؟ يعني سرعتك هجمع عليها 5 كل ما ندوس على الزرار بتاع السرعه. تمام، يبقى كده عملنا فانكشن، عملنا كلاس للبلاير وعايزين نعمل خد منها اوبجكت. تمام، هنيجي هنا هنقول قلنا ان احنا لما عملت كلاس كاني عملت نوع من الداتا، نوع جديد من الداتا. فهقول فاريبل مثلا سي ار في. تمام، ايكوال بلاير اي بلاير اي، هتلاقي نزلت كتل الانتليجين مفرغ على طول كده. عملت اوبجكت من كلاس بلاير، اوبجكت اهو من الكلاس بلاير. عملت اوبجكت اهو من كلاس بلاير لاول مره. تمام، هنيجي بقى ندي الاوبجكت ده قيم. اقول له بلاير، اقول له سي ار في دوت دوت. لما اقول له دوت يعني هات لي القيم او الاتريبيوت اللي عندك جوه دي، يعني اي حاجه من دول بوصل لها بدوت. تمام، فاقول له دي اسمك بقى، اسمك ايه؟ ما انا ما لقيتوش اسم. اقول له اسمك سي ار في. تمام، اقول له سي ار في الاوبجكت اللي عملته البوزيشن بتاعه ايكوال البوزيشن بتاعه ايكوال سي ماشي سي اف ايا كان. تمام، عايز بقى اقول له ايه ده هيجري سي ار في دوت سبيد دوت ران. اجري خليه يجري 4 مرات. المفروض لما 4 مرات يعني اجري. تمام، واقول له بقى ايه اطبع لي السبيد بتاعتك برنت ال ان. تمام، سبيد سي ار في دوت سبيد. حلو، انا دلوقتي عملت اوبجكت اسمه سي ار في من كلاس بلاير، اديته القيم دي كلها وقلت له السبيد بتاعته كذا. تمام، وادي له سبيد سي مثلا، هو كان مديله السبيد هنا مثلا كان 99، ممكن نغيرها براحتنا. هنيجي نعمل ران للابلكيشن. تمام، ونشوف ايه اللي هيحصل. المفروض ان هو هيطبع لك السبيد 45. اي 45 ليه؟ لان هو
عمل الران الديفولت بتاعت السبيد 25، تمام. ايه، زود سرعة زود سرعة زود سرعة زود سرعة، وراح طبع السرعة في الاخر من الاوبجكت سي ار في، تمام. طيب كده احنا عملنا كلاس من الكلاس، كده عملنا اول فيرست كلاس. يعني شايفين الدنيا بسيطة ازاي؟ هو عبارة عن variable وميثودز. شوف عملنا ميثود بسيطة اهي، بتاخد السبيد وتجمعها، يعني سي دوست على زرار جمع لي على السبيد. وهنا بقى كل ما نادي على الفانكشن كل يقوم ايه جامع 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 ويخزن عنده هنا، تمام. كده الدنيا بدأت تجمع شوية عن الكلاسز. خلينا بقى نبتدي نعمل دايفنج شوية على الكلاسز، ان في كذا ميزة فيها. شكرا.